Hello, my name is Dalia Zaid and this is Bite Size, coming to you every Monday on Cairo Business Radio. من الحاجات اللذيذة قوي اللي بنحبها في الشتاء, يعني I don't know about you, بس أنا بالنسبة لي personally I love this. بحب أكل بطاطا مشوية من على العربية. مش عايزة أقول لكم قد إيه يعني جميلة وبتدفي وريحتها تجنن وحاجة لطيفة جدا يعني. طيب هسألكوا سؤال, الراجل بتاع البطاطا ده بينادي على البطاطا بيقول إيه؟ أكيد عارفين يعني, أنا مش أنتوا مش قدامي دلوقتي, بس أنا متأكدة إن الكلمة اللي جات في بالكوا هي إيه؟ معسلة يا بطاطا, صح؟ أوكي. طب أنتوا عارفين بقى إن الراجل ده عمل أول brand positioning؟ هو البراند بوزيشنينج ده اللي هو ايه؟ جزء من الاستراتيجي, جميل, وجزء مهم جدا لان هو ده اللي بيعمل لك ديفرنشيشن. طيب الراجل ده بص على المنتج بتاعه ولقى اهم حاجه بتابيل تو ذا تارجت, هي دي احلى حاجه بندور عليها, المعسله. والناس اللي بتفهم في البطاطا عارفين ان المعسله دي هي اكشلي اللي بيبقى لونها اورنج شويه كده غامق, يعني برتقاني شويه, واللي دايما اللي بتبقى فاتحه دي بتبقى لا يعني نوع مضروب, يعني الحقيقه ما بتبقاش يعني مش مسكره زي المعسله يعني. So what did he do? هو اعلن بصوته انه يا جماعه عندنا بطاطا معسله. طب جميل, طب حد هيسالني يقول لي ايه, طب ما هو في اخر الشارع في واحد تاني عنده عربيه وبينادي عليها برضو بيقول ايه, يا معسله يا بطاطا. طيب فين الديفرنشيشن بقى؟ طيب لو هو في الحالة دي هنبتدي نموف تو ذا نيكست ليفل, ايه تاني اقدر اعمله في البراند اكسبيرينس ذات ويل ميك مي ديفرنت؟ هل انا مثلا هحكي ستوري اراوند انا بسورس البطاطا دي منين, الفارم, انا عارفه انتوا بتضحكوا دلوقتي بس اللي هو يعني الفارم وانا جبت البطاطا دي منين, ومثلا بسويها ازاي, والفرن بتاعي الفحم بتاعه شكله عامل ازاي, والريحه اللي بتطلع دي بتيجي منين. انا كرييت ا براند ستوري, ذاتس وان تراك. وان تراك اولسو وود بي الكاستمر اكسبيرينس, انا عندي زبوني. على فكره كلمه بربي زبون دي من احلى الكلمات اللي في الكالتشر بتاعتنا, وللاسف مش ناس كتيره بتعملها, مع ان يعني ذا واي اي سي بيرسونلي موضوع الكاستمر اكسبيرينس ده اكيد هنتكلم عليه في فقره من الفقرات, انه مهم جدا, وات كود بي يور لو هانجينج فروت اند يور ديفرنشيتر. فالراجل البطاطا مثلا ممكن يقول ايه, انا لا انا عندي الزبون بتاعي وعارف استاذ الفلاني ده بيجي مع بنته كل يوم جمعه معرفش بعد الصلاه بياخد كذا, فانا هجهز له بتاعته ولبنته ولابنه, وممكن اعمل بندل مثلا, هعمل مثلا اربعه بسعر ثلاثه لو هو عارف ان الفاميلي دي 3 or 4 members مثلا, and so on. نعمل conversation, باخد منه feedback. كل الحاجات دي حاجات بسيطة جدا ممكن نعملها وبتبقى part of the brand experience. الفكرة كلها ان البراند needs to add value والconsumer ده فعلا حقيقي يوصله. جزء منها الفكرة الذهنية اللي اخدناها عن البراند, واللي بتتكون من أولاً إحنا internally كowners of the brand حطناها في الاستراتيجي, إحنا عايزين نقول إيه, وبعد كده رحنا للأجنسي بتاعتنا عملنا الماركتينج, we activated that strategy في communication. لكن أنا لو ما عنديش البيز الأولانية, ما عنديش التفكير الأولاني اللي هي الاستراتيجي, مش هعرف أعمل proper communication around it. مهم قوي نعمل differentiation. ليه؟ لأن النهاردة زي ما بنسميها الباريرز تو انتري لأي كاتيجوري وسيكتر بقت very low. أي حد ممكن يجيب packaging line ولا production line ويحطه ويعمل اسم ولوجو ويبقى في منتج ويحطه على الشلف. أي حد ممكن يعمل application بتجمع delivery لأكل ولا healthcare providers ويلونش it ويعمل شوية digital ads. بس at the end of the day هو لنا هختار ده ومش هختار ده, ايه الديفرنشيتر ده؟ البوزيشنينج. من ضمن الحاجات المهمة في البوزيشنينج ان ده اللي بيخليك you have price advantage. القهوة بتاعت ستاربكس ممكن يكون سعر الكوست بتاعها دولار,
بس هما بيبيعوها ب$3. ستاربكس ما بيبيعوش كافي، هو بيبيعوا اكسبيرينس، لان هما عارفين ان التارجت بتاعهم they want to socialize whether مع حد او هو he or she needs a break, a moment for myself. And this is very much how the coffee industry is booming around the world. هو عنده positioning and he knows what they stand for. And actually, it's never about the coffee. More after the break. أهلاً بكم في CBR كايرو بيزنس راديو، أول راديو بيزنس في مصر. لما بيبقى عندنا براند بوزيشنينج وهو ده الديفرنشيتر بتاعك and you're consistently بتعمل communications أو promotions أو whatever against it، ده اللي بيديك فرصة ان انت to upgrade, cross sell, upsell. والprice هنا عمره ما بيبقى الفوكس. The point I want to make very very clearly يا جماعة، never 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 position on pricing. دايما هيبقى في حد أرخص منك في السوق، أوكي؟ دايما خلي الديسكشن ما بينك وما بين التارجت بتاعك value. Never pricing. The other day أنا كنت actually I was traveling on holiday في Cape Town، وكنا قاعدين بنتكلم كده. One of the startups she's a makeup artist يعني، وبتقول لي برضو عندها مشكلة يعني، هو يعني I'm not consulting to her بس يعني كان discussion كده. فبتقول لي أنا makeup artist بس عندي مشكلة إنه دايما كل زبونة تجيلي لازم تفاصل. فقلت لها طيب هو أنتي بتقولي إيه ولا بتعملي إيه؟ فقالت لي أنا قلت لها cost بتاعك كام؟ قالت لي أنا I charge per face. طبعا بالنسبه لي ده كان الموضوع اللي هو فاني قوي يعني، احنا عندنا في الكونسلتنسي او اي حاجه تشارج باي داي باي اور وات ايفر يعني. بس قالت لي اي تشارج باي فيس. قلت لها طيب ماشي، ويتش تيكس اراوند 45 دقيقه او ساعه يعني عشان تعمل الميك اب يعني. قلت لها طيب فاين، وبتاخدي كام؟ قالت لي 750 راند. فبتقول لي دايما الناس بتبقى عايزه ديسكاونت اند سو اون. قلت لها انتي لما حد هيجي يقول لك ديسكاونت وتقولي له ده البرايس بتاعي، او يو نيجوشيت مثلا هتنزلي 50 او whatever، اول ما بتبتدي في الديسكشن ده around price points you lost it. لكن you need ان انتي تغيري conversation لvalue. بمعنى ابتدي اسألي الزبونة اللي قدامك انتي الايفنت بتاعتك ايه، عيد ميلاد، wedding and so on. الزبونة ردت قالت انه wedding، قلت لها تقولي لها اوكي great، والويدنج ده اكيد في ناس من اصحابك الكوميونتي. قالت تقوم ايه يعني بجوري رجلها في الكلام، قالت لي ده اكتشلي ده الريونيون بتاع السكول، الناس اللي كنا مع بعض في كلاس اوف اكس، اوكي هنتجمع مع بعض في الويدنج بتاع واحده صاحبتنا وبقالنا سنين ما شفناش بعض. قلت لها طب اكسلنت، طب في الحاله دي عايزه بعد السنين الطويله دي يشوفوكي بميك اب نص نص، وعامه لو دي البادجت بتاعتك انا اقدر ارشح ليكي حد تاني من زمايلنا في الاندستري اكوموديت البادجت بتاعتك. قلت لها دلوقتي دي الادفايس بتاعتي لما الكونفرسيشن بتاعك يتحول من برايس بوينت لفاليو، دي ساعتها نقدر نقول ان البراند ده فهم التارجت والموتيفيتر بتاعه وقدر يجيبهم ريزن اند هوك واي هي شود باي مور رادر ذان لس. There is never, never a too expensive brand. It's really an argument that you put to the consumer that will get it to you. وفي الحالة دي لازم تعرف دايما انت البراند بتاعك stands for what and what space do you own. Owning that space هو is really your positioning and your differentiator. هو اللي هيخليك تقدر تعلي السعر، مش ان انت you're overpricing، بس اقصد ان انت هتبقى اعلى من الماركت برينج معين وليك مارجنز عالية أعلى من إن أنت كوموديتي. من الحاجات اللي بشوفها كتير في مصر الفود إندستري، يعني تعليقا على موضوع البوزيشنينج ده، every now and then دايما
بلاقي برجر بليس فتح مش عارفة كبدة ومخ حاجات كده يعني. وبرضو الابليكيشن بتاعت الدليفري والابليكيشنز بتاعت الستات اللي بيطبخوا هوم ميد وحاجات كده which is great. بس honestly speaking أنا مش شايفة في أي حاجة هتشدني إن أنا أكل يعني نفسي في برجر. ولقيت الإعلام بتاع برجر let's say في برجر اكس وفي برجر واي وفي براند مشهور يعني. طيب أنا قلت عايز أجرب يا اكس يا واي دول جداد وجنب البيت وصحابي قالوا لي عليه ولا whatever. رحت بصيت على المنيو لقيتها it's the same. طب ده برجر وده برجر, طب انا هختار ده versus ده ازاي والاسعار is the same. طيب انا لو بفكر صاحب محل البرجر ده لازم افكر في الساندويتش. نرجع تاني انا ايه الديفرينشيتر بتاعي يا جماعة, احنا you want to occupy a space in the brain of the consumer. هديكم مثل من غير يعني top of mind كده لو عملت ابحاث ولا حاجة, ندي مثل سو البرجر ده قال لك ايه. الناس اللي بتاكل فاست فود عندهم عقدة ذنب كده اللي هو دي فيل جيلتي ايه ده انا دبتها بقى ومايونيز ومش عارفة ايه وبتاع. بس انا الساندويتش بتاعي فيه فيلينج عندي عندي البرجر وفي في خس وطماطم وممكن يبقى فيه بصل مثلا. طب why don't I say مثلا I build a story around انه you're balancing your diet at the end of the day you are eating fast food وانت حابب ان انت تاكل فاست فود باي تشويس, بس مش شرط ان تبوظ الدنيا يعني ممكن يبقى فيه بالانس برضو. والبالانس ده جاي من ان احنا عندنا فريش جرين انجريدينتس بنحطها في البرجر بتاعنا. اند يو كوميونيكيت ذس. على فكره هو نفس البرجر يعني ده واي بس هو نفس البرجر التاني الاكس براند يعني اتس ذا سيم يعني. بس انت ارتفعت بمستوى الكوميونيكيشن مع التارجت وقلت له على حاجه جديده ولمست فيه نقطه emotional أو psychological whatever you wanna call it يعني إنه أيوة إحنا حاسين بيك وعارفين إن أنت ضميرك بيأنبك إن أنت كل يوم بتاكل fast food ويمكن الجرين في حياتك مش كتير قوي, بس أنا عايز أقولك إنه لأ في حتة جرين صغيرة كده فيمكن تعمل لك balance. maybe it's a good argument maybe it's not, بس if you do your homework you would need to do that. more bites coming up. أهلا بكم في CBR كايرو بيزنس راديو, أول راديو بيزنس في مصر. من الحاجات الجميلة قوي في البراند بوزيشنينج إن أنت لما تقول اسم البراند حاجة واحدة بس اللي تيجي في دماغ الكونسيومر, ده معناه إن أنت فعلا نجحت. عارف زي ما تقول ايه فولفو, فولفو stands for safety من 200 سنة يعني. اوكي هما طبعا يمكن ما عملوش communication على الموضوع ده وجالهم competitors كتير في السبيس بتاعهم, بس I mean this is life. فدايما فكر في موضوع ان انت you own it. من البراندات اللي انا متابعها في اللونش بتاعها في مصر مثلا اوبو OPPO. اول ما انا قلت الاسم ده أكيد أغلبكو جاي في باله كاميرا فون صح؟ وكل الكوميونيكيشن بتاعتهم around البيكتشرز وجروب فوتوز والكلام ده, وحتى الانوفيشن دايما يكلمك على التايب اوف لنس والسوبريوريتي اوف ات بلا بلا بلا. طب هو ده مش معناه يا جماعة انه هو ده مش تليفون برضو بيقول ماما وبابا وبنتكلم بيه وتقدر تبعت ايميل وبراوز دي انترنت وكده؟ بس هما they chose انه لا انا I'm going to own this علشان الناس تبقى عارفة انه Oppo is about this. في examples كتيرة طبعا عالمية من global brands جميلة قوي, whether it's Volvo زي ما قلنا, اتكلمنا على Clorets قبل كده, اتكلمنا على نايكي مثلا, ابل is a definitely an example اللي دايما بتقوف اي presentation ولا show. ابل actually is about simplicity, innovation and humanity. وده بيخليني ارجع لنقطة هل البوزيشنينج ده حاجة ثابتة forever ولا it evolves. بصوا it's yes and no.
يعني في مدارس كتيرة في النقطة دي. And it's up to you what you want to do. في حد ممكن يبقى functional forever, okay, زي ما قلنا فولفو, وفي حد ممكن زي نايكي يبقى عنده أمبريلا كبيرة قوي, إنه الفيجن بتاعتهم كبراند في الحالة دي بقى بتبقى more of a vision than a positioning, إنه لا I'm enabling athletes around the world, أو بمعنى أصح human beings to be athletes. Everybody deserves إن هو يبقى عنده كل sports tools اللي تساعده في حياته, لأن sports مهمة جدا. الأمبريلا positioning ده خليهم over the years يقدر عندهم range of products, portfolio, activations عمرها ما كانت limiting, ومع ذلك فضلوا around just do it. بقالوا 31 سنة على فكرة السلوغن ده, حاجة they're amazing يعني. البوزيشنينج اللي ايفولد هو كان مع ابل ايام ما ات واز لونشد او ذا ريلونش, بمعنى اصح لو عارفين الهيستوري بتاع ابل ايام ستيف جوبز, ات واز اباوت فيرست السمبليسيتي ويتش از ذا ديزاين اوف ذا بورتفوليو. كل حاجه بتبتدي باي, يا سو ذا ايبود, ذا ايفون, ذا ايباد اند سو فورث, versus all الحاجات المكعبلة في التكنولوجيا يعني. فهم they cut through the clutter بأن هم شركة تكنولوجية بس مختلفة. تاني حاجة actually they're innovative يعني برضو again Steve Jobs لما كان بيعمل أي لونش ويطلع على الستيج والناس تبقى مبهورة إزاي في touch screen وإزاي the design very consumer friendly and so forth, they're amazing and that's why كان عندهم الكامبين الرائعة بتاعت think different. النهاردة as we speak هم they evolve into a positioning around humanity. ممكن يكون في حد فيكم شاف الإعلان بتاع الكريسماس the recently was airing around Christmas spirit, وإزاي إنه تكنولوجيا ليها drawbacks كتيرة قوي about disconnecting families, but still نقدر نعمل حاجة around it and being human and connecting people and so forth. فالpositioning whether إن هو يفضل ثابت أو evolve over time, it's really up to you, it's your strategy. وده دايما أهم حاجة في الاستراتيجي. الاستراتيجي يا جماعة long term vision, والناس دي بتinvest وعندها رؤية مستقبلية. ما ينفعش إنه عندي shareholders جداد ولا عندي مدير ولا CEO جديد يدمر كل حاجة and moves on because he doesn't like this or have a certain vision and so forth. The big brands do not operate this way. فلازم تفكر دايما في الاتجاه ده, إنه building brands is about long-term vision of the business, not short-term sales and quick wins. That's a wrap for today. I'm Dalia Zaid and I want to see you next week for more Bite Size. Cheers!